مشاهدي وطنية ثانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لما ونجوم الليلة. باش نسهروا مع عديد الأغاني وعديد المعزوفات الموسيقية، هذيك علاش بحذايا اليوم في تجربة أولى في تونس، تريو مزود لأول مرة منذ انطلاق المزود في تونس. باش نحكيو على الثلاثي تبارك الله عليهم، قاعدين يعملوا في أعمال موسيقية بنينة برشا وحلوة برشا من تاريخنا من تراثنا، يحاولوا باش يجددوا، خصوصا أنه آلة المزود لأول مرة ثلاثة تريو مزود يكونوا موجودين مع بعضهم على السنتة وتشوفوهم في بعض العروض إلى جانب أعمالهم، كل واحد منهم عنده خدمته الخاصة. ولكن اليوم سعيدة جدا باستقبال أميل عايدي، منتصر جبالي ورمز المنع في تجربة أولى في تونس، تريو مزود. خلينا نسمع وبعد نرجع نحكي معهم.